على ربع المساء على الان تي في. لماذا لا تستعمل في لبنان حتى اليوم السيارات العاملة على الغاز الطبيعي المضغوط؟ وما هي حسنات هذه الوسيلة وسيئاتها؟ المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ترقبوها في نشرة 8:08 على شاشة الام تي في. بويندو ويدينج اليوم فساتين اعراس، فساتين شبينه، بس فساتين سهره كمان. هالنوع من الفن يلي هو الديزايننج للتياب شغله كثير عم تكون متطوره بلبنان وعم تروح صوب العالميه كمان. اليوم معنا ريم زيدان، اهلا وسهلا فيك ريم. اهلا فيك. شفت كم فستان من فساتينك فعلا كثير حلوين. الهيئه الاب مهم لك، يعني البيست مهم لك انه يبين السيدة اكثر ما هو بس هو انه يبين، يعني هو كادر للوجه، كادر للوجه وللبيست. يعني اذا عندك كوافير حلوه وجه حلو دائما البيست هو بيبرزه اكثر. وفي اوقات سمول ديتيلز، تفاصيل صغيره فيها يا تخبي عيوب صغيرة يا أما تبين أشياء حلوة. أشياء حلوة. نحن رح نشوف أكيد سايت ويندو ويدينج على الشاشة. طبعا ويندو ويدينج فيكم تفوتوا على هالسايت لتشوفوا كل مستلزمات الأعراس، والأسئلة بتكون كتير كتيرة وقت العرس، وأكيد بتوفر عليكم برم كتير بالأسواق. ورح نرجع لعند ريم، رح نشوف نحن كم فستان جبتلنا اياهم معك. المانوكان جاهزين بالستوديو فوق ليفرجونا بعض الفساتين. مثل ما كنت عم بقول، اللي لفت انتباهي هو هالكادر، يعني كانه في كادر للوجه، الاب هي كادر للوجه، مش هي بس هي الهدف. بس كمان اوقات كثير مثل ما عم بتقولي في اشياء بدك تبينيها لانها حلوه، في اشياء بدك تخبيها كمان، وكل الفستان بيلعب دوره، الالوان اوقات لعب دوره كمان. اكيد والقصات. بس لما بنحكي عن مانوكان يعني عاده بتكون بيرفكت مفروض. بس مع هيدا وكله في اشياء ما بتلبق لها، يعني على القليل اللون. أكيد. اوقات بيكون فستان كثير حلو مارق على البوديوم على مانوكان منه لبق لها، لا لبق لا لون شعره ولا لا زيت الفستان. اذا بتلبسيه لعارضه بيطلع اوقات كثير لبق لها، اذا بتلبسيه لعارضه ثاني ما بيعطي، ما بيبرز مثل ما لازم، لانه كمان رح نحكي عن هالموضوع هيك نرجع نفصله. بس لانه عم يمرق فستان العرس وكثير سمبل بس كثير كمان حلو، خبرينا عنه شوي. ابيض اول شيء. ابيض هالسنه استعملت قماشات شوي غريبه جديده. هون عم نشوف قماشه هي نوع من الاورغانزا حرير اسمها فيلافيل. يعني هلا صار التجديد بنوعية القماش، يعني القصات أكيد عم جرب نفوت بأفكار جديدة، بس سبيشالي بقماشات جديد. وفعلا نوعية القماش بتغير بالتام كله. يعني إذا بدها العروس تكون رومانتيك في قماش معين، إذا بدها تكون شوي أكثر جون أو شوي أكثر مودرن كمان في قماش كثير بيأثر القماش. أكيد كل ما كان القماش شفاف وخفيف وبطير كل ما كان الفستان رومانتيك أكثر، وكل ما كان القماش جامد، وكل ما بتحسي عم بيعطي يمكن جرانديوز رويال، بس بيعطي. وهون اللمعة بتلعب دورة كمان. أكيد كل شيء كل شيء. يعني فيك تفوتي بخط كتير كلاسيك وكتير إذا بدك فخم كله من وراء القماش، أو بتفوتي بشيء كتير رومانتيك ومودرن. قد ايه صار لك بهالعالم الفاشن ديزاين؟ انا صار لي 17 سنه بهالعالم، بس صار لي 11 سنه لوحدي. هون عم نشوف فستان ثاني، هذا فستان شبينه او مش ضروري فستان سهره؟ شبينه سهره. الاصفر دقيق كثير. اكيد يعني النيانس الاصفر اياها مش كل العالم، وعلى مين بيلبق كمان؟ الاصفر ما في انه هيدا بيلبق له وهيدا ما بيلبق له، حسب شو النيانس التوناليتي اللي عم بتنقيها يلي عم تلبسها. يعني في عندك اصفر بيلبق مثل ما عم تشوف المنازل لناس شعراتهم سود او بشرتهم سمراء، وفي عندك اشياء توناليتي اصفر بتلبق للشقر اكثر وبشرتهم افتح. هون هيدا طاووس؟
او مستوحى من نوع من الجيبور. دافع هلا الجيبور عم ترجع كثير على الموضه، في فتره قطعنا حتى بتياب السبور عم ترجع تدرج. اي يعني في فتره قطعناها للجيبور، صرنا نحسها شوي قديمه. هلا عم ترجع، بس على كل حال هي رجعت بستايل جديد، ستايل جديد اكيد بحيكه جديده مودرن اكثر مع ديزاينات مودرن اكثر. مستعمله اكثر من اصفر هون، في كذا توناليتي اصفر. وانا بهالفستان حسيت هالكادر يلي عطيتيه للوجه، حبيت كثير انه محدد البيست ومحدد من اورغانزا حرير. استعملنا فيه ثلاث الوان اصفر، من الافتح اغمق اغمق. كمان الشكل اللي عم نشوفه كمان الديزايننج لإلك، والشغل كله بيصير بالاتولي عندي. وين الاتولي؟ نحن على شارع بشارع الخوري ببيروت، قريب من السوديكو. نعم. عادة عم نرجع نشوف على كل حال السايتس. عادة كيف العروس بتنقي فستانها؟ يعني أصعب شيء إنه العروس تنقي فستان العرس. أكيد، لأنه هيدا الفستان يلي بتحلم فيه من هي وصغيرة، وكثير مهم يعني. كيف بصير؟ أكيد مش كل العرايس اللي بيوصلوا لعندي عندهم فكرة أو مقيسين تعطين قبل، يعني في تيجي لعند العروس ما عندها فكره. دائما بقول انا فنجان النسكافيه كثير مهم بتنقيه الفستان، يعني اول مره بنشوف بعضنا نقعد وبنحكي، هي كثير مهم تعطيني رايها، تخبرني هي شو عبالها، شو يلي عم تحلم فيه، وعلى هيدا الشيء بقدر اعمل لها ديزاين يتناسب مع بشرتها وجسمها وقصات تكون. بنشوف قد ايه شخصيتها مهمه هون، مشان هيك هون عم نشوف غير ستايل تماما من الفساتين. صح. هيدا شو بميزه الفستان؟ هيدا مستعملين فيه ثلاث قماشات، قماشة تبع الصدر هي أورغانزا حرير لامي، هيدي كثير غريبة كثير نادرة، يعني بالكل الفساتين هلا بتلاحظي عم نستعمل قماشات جديدة. التنورة كمان أورغانزا حرير فيلافيل. في أكثر من لون أبيض، يعني في بلان وبلان كاسي، أو أكيد القماش بيعطي هال القماش بيعطي، بس هو كمان فيه ثلاث توناليتي، ومن تحت عندنا كثير تول هو اللي عم بيعطينا النفشة تبع الفستان. هيك يعني بفهم إنه ما بتعتمدي كثير على ال، مش بالضرورة الفستان يكون من فوق لتحت فرد لون، ليش لا؟ على الجيبو ما بتعتمدي كثير؟ في عنا جيبون، بس انا ما بستعمل ابدا ابدا حديد بجيبون، انه يعني كثير متعب الجيبون يعني بس لا على اي جيبون القديمه ما بعرف على شو عم تعمل. هلا انا جيبونيتي مزبوط كبار بالحجم بس كثير خفيف، لانه كل الصبايا هلا عبالهم بعرسهم يتحركوا ويرقصوا ويبنوا بين الطاولات، سو بدهم فستان يكون عملي ما يلبكهم، والجيبون تبعيتي خفيفه، وحتى الفستان عم تلاحظي عم تبرم العارضه، ما في شيء عم بفوت او عم بي عم يزعجها او عم بيتغير شكل الفستان. مدروس اكيد. هلا صعب كثير تنقيت الفستان، بس اصعب تنقيت فستان الشبينه. الشبينه اجمالا بيجوا كلهم مع بعضهم. كثير اوقات هلا عم بيكون في تام بالعرس معين، بقى اوقات كثير الشبينه عم تلحق هيدا التام، وبتلحق اللون اوقات. اوقات اللون، هلا كمان بنرجع على قصه التوناليتي باللون، يعني صحيح يمكن يكون مثلا اخضر او روز ديزون زهر التام بالعرس، بس كمان في كذا توناليتي بالزهر حسب شو بتلبق لبشرتها ولون شعرها ولون عيونها، هول ثلاث اشياء اساسيه.